اسمي بيان دسوقية، عمري 49 سنة، متزوجة، عندي 5 بنات و3 أولاد. حاليا بعيش معي في بيتي زوجي و3 شباب. إلي 9 سنوات في صندوق المرأة، وبلش مشروعي عن طريق المطرزات اليدوية بداية. كان المشروع بسيط جدا، والحمد لله رب العالمين صار هلا اخذ ثوب كامل مطرزات يدوية. قبل ما ادخل في صندوق المرأة ظهر معي اورام سرطانية حميدة، وتعالجت لها وعملت لها عمليات، وبعدين صار مضاعفات معي، رحت اجدد مشروعي. حكونا في برنامج رعاية، هذا البرنامج الرعاية بيساعد كل وحدة إذا مرضت وتدخل المستشفى، كل ليلة دخولها بالمستشفى 10 دنانير تقريبا. صرت ماخدة من البرنامج الرعاية 430 دينار، غطى شوي من مصاريف العلاج اللي إلي والفحوصات الدم. بالنسبة للمطالبة ما تعدت أكثر من 5 أيام، واتصلوا فيي تليفون وحكولي بتيجي بتاخذ الشيك تبع رعاية الرعاية، ورحت أخذته وصرفته. أول دخولي للمستشفى كان علاجي مكلف جدا، كان مشروعي يتوقف، أضطر إني أخذ من جهة تانية عشان أغطي المشروع اللي إلي. بس بالنسبة هلا في الوقت الحاضر البرنامج الرعاية ساعدني كثير، ما أروح أتدين وأخذ من أي حدا، لا أكمل مشروعي ولا إني أكمل لعلاجي.